بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ interesting cases النهاردة. معانا معظم الحالات يعني هي يعني معظم مظبوط diagnosis يعني أو إيه فيها findings واحد على طول. أول حالة معانا ده male patient 30 years CB وجاي الطوارئ بنوزيا وفوميتنج وديستنشن وابدومينال بين. تمام، فعملنا له سي تي ابدومينال بلفيس ويز كونتراست، طبعا باين ان في دايلاتيشن في السمول باول لوبس. تمام، طب نبص برضو كده بص على الكولوم، نبدأ من تحت كده من عند الريكتوم، يعني مفيش دايلاتيشن في اللارج باول. تمام، هو في حاجة هنا فعلا. احنا هنرجع لها تاني. نبص بس على اللارج باول كده. تمام، اللارج باول مفيهاش حاجة والسيكم هنا كويس، وانا لما بلاقي معظم السمول باول دايليتد كده عشان يعني اوصل للترانزيشنال زون بحاول اجيبها احسن من عند الاليم. يعني ده الترمينال الاليم اهو. تمام، لو رجعنا بالترمينال الاليم لورا لان هو كولابسد، عايزين نشوف الترانزيشنال زون اللي هي الحته اللي ما بين الباول الكولابسد والدايليتيشن اللي هي الحته دي، لان بعد الحته دي الباول هتبدا تدايليت، في حاجه جوه والباول هتبدا تدايليت. طيب بالسكاوت باين في حاجه؟ تمام، السكاوت بتاع الحاله. السكاوت مهم جدا. السكاوت مهم في حاجه كده، حاطط تظبط الويندو بتاعه، ما ده تعتبره كان الاكس راي بتاعك، هتظبط الويندو كده. هو اصلا باين في السكاوت ان في حاجه هنا باينه في السكاوت اهي. في هنا الريترو بريد، في فعلا هنا في حاجه هنا حاجه ريدي دينس هي موجوده في السكاوت هنا. تمام، ده الكورونال بتاعه. لو وقفنا عند الجنكشنال زون كده وفتحنا الكورونال هنلاقي ان في زي فورم بادي امباكتد في المكان بتاع الترانزيشنال زون. موجود ما بين ال يعني اليو اليال، يعني في ما بين الاليال بقى. فدي الحاله دي اتفتحت لو فيها بذره مانجا. ولا ما هو سي بي بيشنت، هو يعني هو بلحق اكيد، ما هو مش عارف. طيب في بقى شويه حاجات كده، يعني طبعا ده فيري فيري انترستنج. يعني الحاله دي لسه الحاله دي لسه جديده، يعني لسه معموله تقريبا من 3 ايام. مش عارف والله جابها منين. طب كان مخزن بقى، كان مخزن مانجا من السوق. طيب هو طبعا لسه اختنا مها مديانا من يومين اللي هو السيمينار كان سمول باول اوبستراكشن، وكانت ريفيو حلو جدا 18 دقيقه، والناس اللي سمعانا دلوقتي تشوفها على اليوتيوب شانل موجوده، اللي هو ريفيو سي سمول باور اوبستراكشن. كانت جايبه لنا الخمس اسئله اللي احنا بنجاوب عليهم، اذا الاوبستراكشن اور نوت، الليفل، والسبب، والكومبليكيشن. الكومبليكيشن بالظبط، هنا في كومبليكيشن ان في فري فلويد في بالظبط، في حوالي مايل فري فلويد، بس ما فيش بس ما فيش نوماتوز انتستاينالس ولا اكسترا اليومنا الاير ولا فري اير في الابدومين. طبعا في برضه بقى السكندري ساينز برضه بتاعت السي بي موجوده، ان في دي في ديسلوكيشن في الهيب. يعني في فالجاس ديفورمتي في الهيب، وفي ديسلوكيشن رايحه بره خالص الاسم، بس هي باينه قوي انها فعلا. والاسترنال كمان في ويل ديفايند اوفال شيب. هو دي شيل كده ريديو دينس وحتت اير دينستس كده موجوده فيه. بس انت هتقول هي فعلا هي اتوصفت على انها فورين بادي. فورين بادي اللذيذ بقى ان كان في امريكا كان مثلا حاجه زي كده، كان معانا بقى دكتور كان في فورين بودي، بس كان مره كان لبانه، فراح جاب اللبان وصوره سي تي وقعد يشوف الدنسيز المختلفه. اللبانه دي اصلا الكلام بتبقى حاجات اللي هي اللي بتبقى مزنور في التصوير الاورال بالظبط. فدي كده فورين بودي سمول باول اوبستراكشن على فورين بودي. تمام. تاني حاله معانا ميل بيشنت 45 ييرز، هو كان جايب بري انال سويلنج وبري انال بين، ومعاه برضو ديفيوز ابدومينال بين وزي قديمه كده في البرايتر وول، وفي حتت محمره. كان في سكين كلاريشن يعني. العين ده كان دايبيتك ولا حاجه؟ وهو فيفرش. العين دايبيتك. بالظبط. اصلا في هواء في اير عندك. واول حاجه منطقه البيري انال اللي هو كان جاي يشتكي منها. في هنا بيري انال كولكشن او مارجن انهانسنج بيري انال ابسس. ده الاسكوريكتال، مش ده الاسكوريكتال ولا الاسكوينال؟ الاسكيو انال تحت شويه. لا هو يعتبر بيري انال اكتر. يعتبر بيري انال اكتر يعني. عند الساعه 10 11 تقريبا.
وفي اير فوساي ابسس يعني بيرين الابسس تمام. ومعاه طبعا لوك اوريجينال انفلاماتوري الليمف نودز والاكتيف ليمف نودز. طب السبريد بتاعها كده سوبيريور بقى. اه احنا نبدا نطلع فوق كده. خدنا بالنا البلفيك وول ماسلز اصلا اللي هي البكتينيوس بره والاوبتيوريتور اكسترنس والانترنس سولن وفيهم اير فوساي ان بتوين ما بين الماسلز نفسها. طيب هي دي في حته البورد اللي بتحصل هنا اسمها ايه فورنير جانجرين. بس دي معظمها سكروتال سكروتال وبرينيه. الحاله دي شايف اختها من اسبوع سكروتال وبرينيه. الراجل كان جاي اصلا فورنير من تحت طيب وسحب انجوانا ودخل انتروتينيال وكان في برينيه. اصل دي بتاعت دي ايمرجنسي دي من الحاجات الايمرجنسي برينيه. اه طب سؤال دي احنا لسه هنطلع فوق نشوف قطات الابدو من الابدو. طيب كان في برينيه الابسس فيها ماشي. والراجل الدكتور اللي راح دخل راجل محترم جدا دخل ونظف بيقول انا حاسس البلدي فلور بس بقى من تحت. اه الدنيا مهريه ماشي. فالاكستنشن كان بدا ايه كان بدا برينيه مش برينيه برينيه ووصل ما هو بيرجع ورا ويطلع قدام بيطلع سكروتم وداخل من السكروتم. ما هو البرينيال البرينيال تراينجل ما هو السكروتم قدام والانال كانال في النص وورا. اه باخد التراينجل كنت انا لما شفت الانف موجود في الانجوانا بس هنا يطلع بقى. اه يعني اللي يشوف الاير ده جوه الانتروتينيال كده هات الانجوانا بفتكره بص بقى شوف الاكسترا اكسترا بروتونيل ايه قد ايه. هو برايتال وول اصلا برايتال وول وفي انترا بروتونيل وفي ريترو بروتونيل حوالين الكدني اهو. فهو بص احنا ايه السورس بتاعه ده السورس. فهو السورس من الانفكشن بتاعته. اه هو بدا من الانفكشن من تحت. هي سيفير انفكشنز بروسس الانفكشن ده عامل بنتريشن للفلو بالظبط. طب ده حاجه زي الفورمير برضه بس طالعه بقى. بس هي اه طالعه المشكله هيخش بايه هيعمل ايه هو هيعمل ايه دلوقتي هيخش من ايه هيجري تحت بقى وبعد كده عنده بيتك. مهم جدا خلي بالك عنده اسمه ايه ده عنده بريسبوزنج فات. هو الفكره البروجوست بتاع اللي عنده ما بقاش حلو خالص يخشوا في رينال فيلير وبهدله وبتاع. هو المين فايندنج هنا البرينا الابسس والتراكنج بقى بتاع الاير الموجود في كل حته موجود في البلفيك فلور ماسلز وموجود انترا بريتونيال سواء في البلفس او في الابدومن وموجود ريترو بريتونيال فوق وموجود في البرايتال وول كله سويلنج في الماسلز بتاعه الانتروليتر ابدومينال وول صغير قوي كده والاكستنشن بتاعه بالفضاء عادي. طب ما فيش اي اورجان فيش سورس ده ما فيش اي سورس جوه انتر ابدومينال بنطلع الهواء يعني ال الابندكس مثلا كويسه. خد بالك احنا عايزين ندور على حاجه روتينيه يعني والعيان شارب سواء كويس ومفيش ليك. السؤال برضه اسمه باودي دايليتد هل ده سكندري هو يعني اه اتعمل ده على نابلتونيزم او اه اليوس يعني اليوس سكندري بيتونيزم واليوس اه انما ما كانش فيه كوز للبرفوريشن. اه على فكره برضه الديستال اليوم كولابس الباودي ال 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 في سورس تاني بس هو يعني ما كانش احنا عندنا ما عملوش كده كده احسن اطلع كده قط حته الباول فيها مش دي سمول باول جواها اير دي دي سمول باول فيسز ولا ايه ارجع كده هات السمول باول اللي جواها ايوه قصدك على دي امشي بقى يعني قبلها او بعدها شوف اي حاجه قافله البتاع دي مش شكلها سمول باول فيسز ساين شوف اي طيب حاجه بص قدامها معلش ارجع كده احسن قدامها في شويه فري فلويد كده ارجع كده شايف في فري فلويد قدام الباول ده فهل ده سكندري اديجنز مثلا وعامله اديجنز من البروتينايتس البروتينيزم اللي حاصل ده السمول باول فيز دي ما تجيش الحاجه ميكانيك. ما انا بقول لك اهو شكل ايليس خلي بالك ان برضه كميه الاير الموجوده انترا ابدومينال دي ما تجيش كده بس هي برضه هي في برايتال وول كمان ما دي شفت مره جهاز بروديوس هو كلام يعني هل هيبقى في حاجه سورس انتر بروتين حاجه انتر في حاجه مره كان نفس المنظر ده كده وكنا ما كناش عارفين دي بيرفوريتد ابندكس ولا نيكروتايزنج في اصل الباول دي دايليتد برضه اسمه باول دي اسمه باول دايليتيشن حاجه فتحت كنا كاتبينها نيكروتايزنج وطلعت نيجلكتد بيرفوريتد ابندكس نيجلكتد بيرفوريتد ابندكس وده كان نافوا ايه بقى حتى احنا قلنا ايه اللي هيخلي ازاي تطلع هواء في الابدومينال وول
طب بص على بص بص كده معلش على البندكس كده البندكس كده ماشي على البندكس شو مكان البندكس هل العنده طبعا معرفش اتعمل له ايه يا حسام ما عملناش فولو اب على العنده ما اعرفش بصراحه يعني احنا مش يعني مش ضد النيكوتايزنج ماشيين مع النيكوتايزنج بس هل ممكن يكون في سبب تاني بس هو في مكان في حاجه منظر زي ميكانيكال باور اوبستراكشن وفي على فكره ريكتال وور نفسه شيتين تيكن و بس انت معايا مفيش ساينز الا الانسايتس دي سمول باور فيسز اه اللي هي الجزء ده دي سمول الباول دي اما ملزقه في حاجه اما قبلها تلزيق في حاجه هنا في حاجه ميكانيكال كمان حاله هي حاله العين طبعا يعني كومبرومايز ان كان برضو البتاع ده مش يعني مش هيبقى ايجاس كده اسيمتريك ماشي اوكي لا اسيمتريك الباول دي يعني هي ما تنكتبش ستريت فورورد كان البنكرياس انا شايف كده البنكرياس احسن بنكرياس اتروفيك شويه لا لا اتروفيك ده انا صعد دبيتك يا دكتور صلاح هو هو طبعا يعني الدايبيتس ده يا جماعه منكم برمايزيشن ده بيبهدل الجدر من غير ما فيهوش حاجه زي حاله يا ريتنا كنت عرفنا اتعمل له ايه اتعمل له درين ولا بقول لك عنده برونوس طعم وحش جدا هو مفيش كوليكشن معايا هو طبعا ايه كوليكشن تحت في البرينيه بس ولا حاجه هو هيفتح البص هيفتح البرين ننزل كده تحت حسام هات الابس نفسه هو الابس تحت هيفتح سيرجيكال دي اما هيفتح سيرجيكال وركب دراني وخلاص ودي انتيبيوتكس ودعيله بقى. سيد فكرة برضو ان في اير تراكنج في المكان بتاع البلفيك فلور ده يعني ليه علاقة شوية بمكان الانفكشن برضو. بس لا بس. ومعظم الاير موجود في الـ ما ينكتبش ان السورس بتاع واحد منه كومبرومايز فعلا ممكن يكون انت عايز تقول ان تحت ده سكندري للي فوق. دي هي حاجه كلها على بعضها كده لكن اللي تحت ان هو اللي طالع هي بس اللي اجينا مش الواحد الباول دي بس بس بص معظم الاير موجود تحت اصلا في البيت لا مع احترامي برضه هي هي ما تسحبش قوي طب هات معلش بقى هات جنب الابسس كده نشوف اذا في بيرفوريشن تحت مجاز يكون بيرفوريشن تحت خالص الفيري انا الابسس مش كبير هو مركب قسطره تحط له قسطره من تحت ولا ورا دي ولا ايه؟ مركب قسطره حد حد من تحت ولا ايه؟ مركب قسطره محقون محقون من تحت عامل عمليات انتر ابدومينال قبل كده بس انا بصراحه ما عايش هيستور اكتر من كده بس ممكن تكون عامل عمليه والبتاع دي طالع يعني ممكن نشوف بتوع الجراحه نشوف هو وصل لايه يعني كتبت عليه على ان دي برينا الابسس وفي اير تراكنج بقى في الابدومين والبلفيس انترا وريترو بروتينيال وبرايتال بيقولوا كده مكتوب عليه انه سيفير انفكشوس بولوسيس ونيكروتايزنج فاشيايتس ماشي ماشي على العموم ايه حاله نيكروتايزنج ماشي طبعا تمشي ولا هو ما ميلو كومبرومايز ده كمان دي حاله بسيطه كان في دي ميل بيشنت عنده 45 ييرز وفي سويلنج سب منتال يعني ده الارتريال فيز بتاعته زي زي اي في بالظبط هاي فلو اي في ام واخده انتنس كونتراست انهانسمنت في الارتريال فيز الفكره كمان ان في ايرلي فيلنج للفينوس درينج اللوس تو سب منتال فينز مالين تمام ودور رجعتهم ده الكومون ده كومون فيشال فين وبعد كده رجع الانترنال جاكر يعني ده الفينوس درينج بتاعها كومون فيشال واخد من السبمنت ولا حاجه ده بقى انا عامل له ام بي ار عشان نشوف الفيدر بتاعه الفيشال مدي سبمنتال والسبمنتال هو ده الفيشال اهو ده السبمنتال برانش هو لا هيلف كذا لفه كده لحد ما هيوصل هو ده لحد ما هيوصل ايه لحد ما وصل للاي في ام الاولاني خالص كان الفيشل ده بقى السبمنتال اللي هو لافف تحت المندبل يعني اللي في الاول خالص ده الفيشل ماشي هو بيدي فيشل ولينجوال وسيبيرو سايرويد دي فيها ديسكلوريشن ولا ما كانش فيها كان في لا ما هو سويلنج بس مش اصل هو سنه كبير شويه ما كانت جايه على الناس ولينج بس بس ده ايه بقى يعني ما كانش عنده قبل كده وظهر ولا يعني دي حاجه مولود بيها ولا دي ممكن تكون بقى كان مولود بيها مثلا كانت صغيره ما كانش حاسسها مش عارف اصل دي هاي فلو هاي فلو دي هبان من بدري قوي بص تروماتيك وعاده مثلا تروماتيك بس اعتبر بينس في استولاء ما بالظبط ده بيجي اه بس دينا فيها صراحه مش معايا هيستوري قوي انها ممكن تكون تروماتيك او لا بصراحه ايه انا مش معايا هيستوري قوي انها تكون ممكن تكون تروماتيك بس انا بصراحه مش معايا هيستوري ترومي بعد كده في حالة شولدر دي في ميل بيشنت بوست تروم تمام ده الاكزيال تي 2 بتاعها اول حاجه الجلينود ليبرام كويسين ماشي لو بصينا هنا على الكرون الاول على السوبرا سباينيتاس تندون اصلا
مقطوع مقطوع خالص. طبعا مش هات، لا هات الدندن حلو كده في المصل، هي المصل اصلا اتروفايد، هي نيجليكتد، هي فاريبل ديجري اوف المصل، يعني هي دي معظم المصل يعني سواء السوبراس باينيتاس والانفراس باينيتاس والتيريس فيهم فاتي انفلتريشن اصلا. وهنا السوبراس باينيتاس تندن اصلا مقطوع ونيجليكتد، وفي جاب اهي ما بينها وما بين الانسرشنال بارت بتاعها حوالي واحد حوالي واحد ونص سنتي. حاجه السجده الستير هيبين اكتر. ما ايه الاسمر ده؟ ده الجزء ده، في حاجه لينيا. ايه الاسمر ده بقى؟ ايه ده؟ ده تندون ده ايه اللي هو انه ده؟ ده ايه ده؟ احنا ايه عشان الفايبرز ريتراكتد بس. الاسمر ده ممكن يكون ريتراكشن عشان الفايبرز ريتراكتد. عشان الفايبرز ريتراكتد فول سيكنس كل هو مقطوع فول فول سيكنس من عند الانسرشن. فول سيكنس فول ويدث من عند الانسرشن بجاب 1.5 سم تقريبا. يبقى عندها انابيليتي انها ترفع الارم بتاعها باين جوه. فوق اللي هو فوق 0 ل 18 0 ل 30. ده الباقي ديلتويد وترابيزيوس. ترابيزيوس اقصى حاجه. فهي كانت اول فايندنج فيها ان فيها كومبليت تير في السوبراس بانيتاس تندون، فول سيكنس فول تير، فول سيكنس فول ويدث، وفي ريتراكتد للفايبرز. انا مش عارف، انا حاسس الدنيا معجنه. هي عضله كلها ريتراكتد يعني، مش شايفين حاجه خالص. لا التندون باين حته دارك سيجنال، المصل بيلي نفسها خلصت، المصل بيلي اتروفايد، انما هو بيتكلم عن التندون نفسه والمصل نفسها اصلا. التندون باين اسود في المصل نفسها، فيها ديفيوز، فيها ديفيوز اصلا البلك بتاعها. انا باينه انا حاجه البلك بتاعها قال فيها فاتي انفلتريشن، باينه احنا في وحصل فيها فاتي انفلتريشن اصلا بتاع المصل اختفى. الحاجه الكويسه برده كانت في الحاله دي ان احنا بصينا على السب سكابولار ستندون، هنلاقي في بارشال فايبر ديسربشن فيه. نجيب نختلف بقى، شوف اللونج هيد الاول. انا هقول لا انا هجيب اللونج هيد اهو. ثانيه واحده، لازم تكون ديسبليزد. ما هي ديسبليزد كورونال بي دي. هو اللونج هيد بايسبس ايه الجروف الاول، جروف امتي الاول اهو. هو التندون اصلا مروفة. ماشي خلاص انت فيها اهو. المفروض بقى ان دي تعمل سلينج هنا بتغطي. هو التندون از ديسلوكيتد هنا اهو. حلو. البتاع انتيرو للسب سكابولاريس تندون ده ديسلوكيتد. دي كانت في حاجه اسمها بينت كلاسيفيكيشن، كان ده تايب 4 لما بيتقطع حاجه اسمها الكراكو هيومرال ليجامنت مع السيبيرو جلينو هيومرال. ده جزء من البولي سيستم. فهو في سلينج من كان هم سته تقريبا. الكراكو هيومرال باين كراكو هيومرال والسيبيرو جلينو هيومرال. تمام. فهو ده حصل ميديال ديسلوكيشن اكسترا ارتكيولر. فين التندون بتاع البايسبس؟ المفروض ان هو ده هو اللي ديسلوكيتد انتيرور للسب سكابولاريس. يعني ده السب سكابولاريس انجري بتعمل ديسلوكيشن لل، كان فيها حاجه اسمها بينت شولدر. ده من حته الضم. لا السب سكابولاريس اتقطع ده هو كمان معاها لما يتقطع كمان معاها الانتيرور فايبرز بتاعت السوبراس باينيتوس لازم تكون مقطوعه هي كمان. لازم السوبراس بالنسبه بيكون مقطوع مع الكراكو هيومرال ليجمنت مع الانجري بتاعه السب سكابولاريس بيحصل بين التايب 4 ده بيحصل اكسترا ارتكيولر. اكسترا ارتكيولر ديسلوكيشن لللونج هيد بتاعه البايسبس. هو انا مش عارف ليه انا شايف اديما في الاستير في المصل ده. المصل انه اللي هي ولا ده من الارتفاكت عند الشيست وول، ناحيه الشيست وول في الاستير في الاكزيال ولا في الاستير في الكورونا؟ ده ارتفاكت. الستير ده اللي هنا ده. تمام. في بقى بعد كده حاجات يعني هو المين فايندنج هنا التير بتاع السوبراس باينيتاس والديكريز البلك مع الريتراكتد فايبرز والاتروفي بتاع المصل والبارشال تير بتاع السب سكابولاريس والاكسترا ارتكيولر ديسلوكيشن بتاع ده الانجري. بس ديسلوكيشن برضه ولا انجري؟ لا هي اكيد مش ديسلوكيشن عشان هي مفيش هيل ساكس. ما في هايبرتروفيك اوستيو ارثرايتس موجوده فيه اللي بيخلي هايبرتروفيك اوستيو ارثرايتس برده موجود فيه. في اوستيو ارثرايتس في الشولدر برده، في مينيمال افيوجن كده، وفي بيرسا بقى اللي هي سب اكروميال سب ديلتويد بيرسا. طلعت بيرسا بقى خلاص. احنا دلوقتي التندون مقطوع كله مع بعض. دي حاله سهله خالص. كانت ده دي فيميل بيشنت جايه بسب مانديبولار سويلنج. دي سهله دي. امراض ايه؟
يعني ده تقريبا كان عندها حوالي حاجه 20 سنه تقريبا. لسه ده بوست كونتراست مش كده؟ اه ده بوست كونتراست مش واخده نانس ما فيهاش سيبتيشنز ولا سوليد بارتس. هي قدام السترنوماستويد وورا ورا وبوستيرو للسبمانديبولار جلاند. ايه ورا السبمانديبولار جلاند وقدام وعلى الانتيرو بورد بتاع السترنوماستويد المكان مكان بتاع البرانكل اه ودي نون كومبليكيتد و عشان الديفرنشال صح يعني الفلويد بتاعها واخد دينستي اعلى شويه من البريم العادي بالظبط. ايه ما شفتهاش ابسس مثلا وهي واخده رينج الهانسر. هي بالسونار برضو ما كانتش يعني هي اتعمل لها كومبلمنت الترا ساوند يعني شكلها سيستك يعني. اه شكلها سيستك مفيش ايديما ولا سموجنج حواليها ولا حاجه. هي ممكن تكون هي اتنيوشن فلويد مش كلير يعني مش كلير اه بروتينيشيا صح حاجه انفكتد برانكيال مع ابسس او ممكن يبقى انفكت برانكيال مش هتعرف تفرقها. الايسا اتنيوشن كام جوه الاتنيوشن هنا الجهاز ده بيجي ازاي حتى لو عين شويه انت عايز انت عايز تقيس اه اتنيوشن هات المقاس هات المقاس اللي هو المسطره لا هات من المسطره هتلاقي في اكليبس حاجه اسمها اكليبس ايوه هيفتح لك ايوه خد منين بقى منين حاجه 40 ممكن بروتينشس فلويد هي هاي دنسشن حلو عشان ماشي الديفرنشال دايجنوز بقى بتاع السيجنيشنز بتاعت النيك بقى الفيرست بتبقى الفيرست بتبقى بيري باروتد او السكند عند الانجل او انتيرور بوردر للسترنوماستويد والثيرد بوستيرور للسترنوماستويد والفورس انتيرور للثايرويد جلاند. اه بس الفورس غريب جدا شفتها مره وانفكتد شفتها مره عامله ابسس سونار فورس الحاله دي تبعك انت بقى. اه طب ما تتكلم انت بقى ما تتكلم انت بقى ايه الفيميل دي دي فيميل بيشنت حوالي 50 ييرز ونوم نوم نوم بيشنت اوف كانسر بريستين تمام ده اما ده سي تي ويز كونتراست سي تي برين ويز كونتراست هي بصراحه واضحه يعني الحته بتاعه هي بريست كانسر كانسر بريست اه زي بتاع الفراب يعني اه وكان في كمان جزء في الداتا بس بالظبط احنا مخبيين اه مش هو الكلام بقى. لا هي الفكره احط النون كونتراست جنب الويز ماشي النون كونتراست ولا هتشوف اي حاجه نون كونتراست وبعد كده البوست كونتراست دي بس ظبط بس في فولنس في التمبرال كور بتاع الانهانسمنت ماشي في الفوليا في السيربيلر فوليا ايوه ما هي يعني ماشي في الشمال ايه الليبتو منجل الليبتو منجل الفكره بقى ان السيربيلر نفسه سولن يعني السيربيلر نفسه وضغط على الفورس وانت زي ما بتروح كده يعني في سوبرا تنتورال هيدروكيفلس سوبرا تنتورال هيدروكيفلس في سوبرا تنتورال هيدروكيفلس طيب انزل بقى كده معلش انا عايز اشوف حاجه حوالين البرين ستيم كده معلش طيب عملت المهارة ولا حاجه ولا ما لا لا ما عملتش ده لسه الحاله دي لسه ريسنت يعني الفكره بقى ان انا اقلب بقى الدون ويندو انا قلبت بعد ما خلصت عشان الحته بتاعت الكرايفس دي الدون ويندو بقى بص بقى عشان منظر الكرايفس عامل زي بتاعه في الساجيتال بقى في الساجيتال بتاعته الساجيتال يبان اجمل بس السكال كله على فكره بالظبط كده البيز بتاع السكال والكلايفس كان متبهدل شفت بقى حاله حلقة. لا هذا بروك بون شيل بقى شيل ايوه صغر شويه صغر شويه وارفع ايوه ايوه متبهدل شوف الكلاس ايوه كله كله برميه بوتل ده خالص في اوستيوليتيك وميكس اوستيوليتيك بس يعني ده ايه اللي هو قمه سوء الحظ على الكلاس اللي هو واخده كارسينوماتوز على السيربيلم بس لا بس انا ما كنتش قادر اجزم طبعا كان هيبقى صعب جدا بس انا شكيت في اماكن في السيربرم بقى
بس انا شيء يعني لو انت جبت كده بس مش هتبان هنا عشان يعني بتبقى حاجه كده في لقيت في الفرونت وبرايتال فيجن كده برضو في حاجات ماشيه كده في حاجه صغيره كده انا شفتها فرونت وبرايتال فانا كتبتها سسبكتد وطلبت لها ام ار هي البتاع دي اصلا تشخيصها ام ار دكتور محمد دكتور نينجل ميتس ده بس هو فعلا شكل الباسمنت بتاع السيربيلم الفوليه نفسها الفوليه بتاعت السيربيلم كلها واخده سبب شفتها قعدت كنت بقلب ده مين اللي موتها ايوه دي سهله دي انا مش الحاله دي هي نفس الحاله ارجعها تاني تمام اه انت عايز حاجه تاني خلاص ولا طيب لا لا دي حاله تانيه هي دي اهو هي دي هات بقى كده البايلاتر سيريبرال هيمسفيرز بقى يعني ما اعرفش حد ممكن صعبه يعني مش انا كاب سسبكتد بس مش قادر لا هو اصلا انك تفكر فيها في السيريبيلم السيريبيلم النص بتاع شكله هو عادي اول ما شفتها فكرت فيها كده اه يعني فعلا شكل السيريبيلم مختلف قوي مختلف في البلان استرايتد اه يعني انا انا هقول يا ربي فيه لا السيربيلم ده مش طبيعي بس ايه اللي هو دكتور احمد قال البستيرو فوسف يعني هي المشكله كلها في البستيرو فوسف بقيه البرين بقى تحس انه عادي بوست كونتراست عادي ايوه يعني ايوه بالنسبه للنون كونتراست مطفي ايوه ايوه تيجي بقى في البوست السيربيلم منور منور بالظبط فيها بقى حاجات على الليفت بس مش هنقدر مش هنشوف يعني عايز ايه النهارده طبعا تشخيص ماشي بتحتاج ايوه من الحالتين الجايين دول مسهلين يعني اه عين جايب ليفت اير تينيتس وديزنس وليفت ديكريز وديكريز في الهيرنج اه ففي في زي ديستركتيف بون ليجن او ايرو او ايروسيف او ايروسيف بون ليجن سنتر ده على الليفت جاجولار فورمن ايوه وعامله بلانتنج في ال وصفت كده احسن عشان تشوف التنويره بتاعتها ماشي شوف التنويره حط مثلا النان كونتراست جنب البوست عشان نعرف هتلاقيها منوره جدا افيد انانسي ايوه فيها انانسي طيب ايه بقى الديفرنشال بتاعنا ايه بقى جوجل الفورم دي اشهر حاجه الكروما الكروما هو اشهر حاجه بتعمل ميتاستاتيك هي واخده انهانس من اه ما هي ده مكانها اصلا سنتر بقى ان انت لازم تبص على التمبانيكا لان هي بتحب جلومو بقول لك وانس جلوموس يو ماست اكسكلود اني اذر جلوموس تاني بيطلع بقى على الكاروتيد ويطلع على الفيجال ويطلع على التمبانيكا اقعد بقى في حطت ايه كتبت ايه في الاخر احسن جلوموس جاجولي جلوموس جاجولي بص مثلا انها في الميدل اير كافيتي مثلا ساعات بتبقى معاها هل في اي حاجه الكاروت اللي هنا يبان معاك البايفوركيشن بتاعت الكاروت يبان تحت قصدك تحت بقى تحت تحت في النك بقى تحت في النك بقى في النك يا حسام تحت في النك بقى انت عايز الكاروت بادي تيومر هنا شوف الرجال بالظبط شوف اللي هو شوف الكاروت شوف ايه قصدك شوف الكاروت تشيز في الانزل في الانزل اصل بتاعتي عامله زي الانيوريزم ايوه بس ده بعيد عن الكاروت تشيز ده لا لا بص شوف اللي حصل ده بون ويندو حسام دي بون فلتر عشان كده خشم معاك لما جيت تعمله بريم الصوره اللي على الشمال دي لازم تعملها بريم ايوه ايوه هي دي الصوره دي حلوه الصوره دي اعملها بقى على بريم آه. انزل بقى تحت ممكن ما يكونش اصلا مقطع النت اساسا ممكن انزل تحت هو ما نزلش عندك تحت مش هيجيب عندك منزلش 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 انزل انزل كمان شويه بس هو حته الكروت شيز باين بس جاب اخره بس مش مهم بس مش مهم ماشي اوكي انت جايب اللي بعدين جوما والميتاستاتيك اه والجلوموس تيومر والجلوموس تيومر حلو دي هي يعني سبق دي اختها بقى الثانيه اه دي اه دي في ميد بيشنت برضه حوالي حاجه 40 سنه كان بيجي لها كان بيجي لها سينكوبا الاتكس ايوه وعندها يعني كانت حاسه برضو بحاجه يعني هي حاسه مش زي سويلنج في في اللاترال اسبكت بتاع بتاع النك يعني عملت ام ار اي في سوفت تيشو ليجن موجوده عامله سبلاينج للاكسترنال وانترنال كاروتيد ارتريز لو في تي 1 وسولت اند بيبر ابيرنس في تي 2 اللي هو بتبقى هيتروجينوس هاي سيجنال وفيها فلو فويد فيزلز اللي هي الهاي فلو فيزلز وهنا واخده انتنس هيموجينوس انهانسمنت في الـ في البوست كونتراست في الجلوموس كان جايب البوكال كورد باراليسيس ثواني بوكال كورد باراليسيس تمام الفكره الحاله دي احنا كنا ده كنا بنشوف بصوا انا معايا حاجه هي كانوا مختلفين انها تنفع رجال
وبنقعد نسال بقى العيله بتاعت الجلوماس دي اسمها ايه واماكنهم فين وتيجي فين. بس دي عامله سبلينج اللي بيزل صح ولا دي عامله سبلينج ما بين الكاروت ده اهو كاروت هزود اكبر اطلع معاه بقى سايب اكبر لك شويه. الاسئله دي بتسال تيجي فين الكاروت اسمها ايه بعدين حصل له سبلينج اهو الكيمودكتوماس مش الحاله دي ده ميل بيشنت اولد ايج 55 ييرز كان جاي ببليدنج بالريكتم وابدومينال بين وديستنشن. المهم يعني هو السي تي ابدومينال كونتراست في هنا مش هو ثانيه واحده انا مش حاسس هي البلادر في البلادر هي اللي فوق دي اه ايه ده ليه مصدره بس على فكره في فات كتير في البلو ماشي اللي هو في شويه بيلفيك لايبوماتوزس يعني بيلفيك لايبوماتوز هو بيعمل على فكره ساعات في ناس بيقول لكم بالسيمتومات في بعض عاملين انهم بتعمل اه تعمل بيلفيك بين اه كارسيموما ده بيعمل شيب بلادر ده شيب بلادر ده ديفرنشال ديجنوزس اللي هو الليمفوما والليمفوماتوزس والهيماتوما الحاجات اللي هي تعمل كومبريشن بتعمل دي بتبقى لما بتيجي تشوفها في الاي في يو تلاقي البلد بتاعت كده البلد من تحت وعرضها من فوق شكل الكمبيوتريه من فوق زي الكمبيوتريه بالظبط مش عنده غير مين عنده مباراه ملاكه اللي هي محترمه احنا برضو ما عرفناش ايه في السيجمنت في حاجه انت متقلب هنا عشان حاجه معينه يعني في حاجه هنا برضو ما في مباراه ملاكه الهرنيا ماشي غير الهرنيا البريتا الاول نفسه على ليه في البريتا الاول نفسه البرايت الاول نفسه في الليفت ماسل ماسل اللي هنا سولن البريتس ابدومينس سولن شويه لا وفي انهانسنج ميديولز ده ستاتيك برايت المفستس دي كانسر دي كانسر بريست في واحده تانية هنا دي كانسر بريست دي ولا ايه الحاله دي كانت مع حضرتك دكتور سماح تقريبا انت اه كنت مع حضرتك يوم تقريبا ما اعرفوش لا مش عارف مش انا كان في نودوله هنا ايه في نودوله تانية هنا ايه انهانسنج ماشي وفي برضو واحده هنا باينه خالص ايه انهانسنج ماشي يعني ده عن كانسر ولو طلعنا فوق كده على اللانج اللانج اصلا في اصلا ميس اللانج دي ممكن تكون برضو متستاتيك هي متستاتيك برضو بجيب الليفر كده الناس كلها خلاص سيروتيك ليفر سيروتيك ماشي ليفر سيروتيك مش المنظر ده بيحصل بيعمل كانسر بس بتعمل ده ايه وده ميه ولا في ميل اصلا ميل هو لك الجايب ليدنج بالريكتم يعني كده هو في حاجه بس انت برضو السيجمود ما توريه لنا كده انا ما اعرفش ده فيه كان فيه اسمه ايه هو كان ده في البرايمر يعني ولا ايه بالظبط هو عمل كولونوسكوب بقى طلع البرايمر في السيجمود الحته اللي كان مشكوك فيها في السيجمود دي انزل بقى السيجمود كده طبعا بس كان حد عايز يبص على الليفر ما فيهوش حاجه الليفر سيروتيك سيروتيك وفي سبلينكتومي هو شايل سبلين انزل بقى كده معلش هات لي بقى السيجمود الثاني كده خالص انا هجيب له الحته دي اصلا عامله اكسترا اليمنى في نوتي بارتي اللي هو زي سروز ده عامل كولونوسكوب طلع سيجمويد كولون كانسر انا هجيب له بس ال مش عامل الكلبه فوقيه هات بقى كده حاله بصراحه حاله ومعاها ميتس في البرايتا اللي بقول وميتس في يعني ده سيجمويد كانسر سيجمويد كولون كانسر ريكتال انما ده كان باينت لنا الليجن هي اصلا ما كانتش يعني ما اتحقنتش ان هي بس هي انطلب لها كولونوسكوب وعمل وعمل كولونوسكوب على طول او كورونا اللي هو ممكن اعمل ام بي ار يعني ممكن اعمل ام بي ار بس بشكل لا هي فكره انك تجيب الميتس بتاعت الابدومين من الطريقه الولمتس دي برضه انت لو بتبص بسرعه هتطير كل ده ولا هتيجي في دماغك خالص سهل جدا انك تقعد تفكر بتزيز وتلاقي نفسك قاعد بتلاقي كلام فاضي وده بروتوكولايتس اولا الماس بتاعت السيجمويد مخادعة جدا مش مسليني البريكتا بعد انا فاهم شكلها وحش هي شكلها فعلا سبيكيوليتد هات بقى كده هات البريكتا بقول بقى كده في
كم كورونا بقى حتى لو كده بدون نشوفها من الاجزاء بس كده عشان نجيبها بسرعه. وعلى فكره في بيري ريسايكل ستراندنج وورد خد بالك ممكن, بس هي مش هي سيبرابل عن البلادر صح؟ صح يا حسام؟ نعم. السيجمويد ده لا بعيد عن البلادر, مفصول عنها. دي واحدة اهي بس هي طبعا مش باينة قوي هنا. ارجع كده هات بقى ورا ارجع كويس. التانية كانت باينة احسن من كده. اتأكد في الحالات دي ان انت فعلا لازم تبص على كل حاجة, في حاجات بتمس مننا عشان احنا ما بنبصش. يعني مثلا ايه في الشيست الايرواي بيمس مننا كتير على فكرة, تبص جوه الايرواي تلاقي جوه مثلا فورن بودي كارسينوما بتاع مش عارف ايه البرايتر وول, يعني انت عارف انت هتريبورت هيرنيا. لا حالات النهارده انترستنج فعلا يا حسام, الله عليك يا حسام, شغل فخم من الاخر. الله عليك يا استاذ, كنت بتعرف اللي هو بتاع التكنولوجيا بتاعتك. يعني بصراحه بينا في الاجزاء الاحسن من كل من احسن من دول يعني. ماشي اوكي, يعني هنا في الاجزاء باينه خالص. اللي بعده دي كانسر كولون ويز سكين دي ميتاستاتيك لونج. لا اللي فوقيها دي حالة سريعة كده, هي كانت أصلا شايلة شوانوما, كان شايل شوانوما وعامل فيكسيشن من دي 9 لدي 11. بس احنا ما جينا نعمل له سكان تاني لأن ريكورنسين. ده التي 2 بتاعها والكونترست, ده التي 2 ده الكونترست. انا كنت كاتب حاجة زي كده وانا مش فاكر. فكرة في كابتن حالة فكرة هنا الليجن هنا عند الليفل بتاع دي 12. كبر بقى كده كبرها. هو محقون؟ واخد, بس واخدها فين انهانسمنت هنا؟ يعني في هنا وايدنينج في ال عاملة اوبليتريشن لليفت اكزيت نيورال فورم عند دي 12. وايدنينج ده وايدنينج كمان. شوانوما؟ دي هي متشخصة بايوبسي اصلا شوانوما. انترا ديورال اكسترا مدلر. عنده حاجه تانية ولا هي دي كانت؟ لا هي دي بس كانت حاله حاجه مش يعني حاجه لا 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 ماشي. هو كان عنده دي كانت حاله انسيدنتال فايندنج برده بالظبط. هي ده كان عامل لمبو سكر عادي خالص, اكتشفنا فيه ابن دايموما اللي هي بتبقى, هي اولا بتبقى فرقها عن الاستروسيتوما. الاستروسيتوما طبعا بتيجي في سن صغير, الابن دايموما بتيجي في سن اكبر. الاستروسيتوما بتاخد لونج سيجمنت في الاستروسيتوما, الابن دايموما بتاخد شورت سيجمنت. الهيموريدج مع الابن دايموما بالظبط, وبيبقى معاها لو سيجنال انتنسيتي في التي 2 اللي هو الهيموسيدرين, وبتبقى مالتي سيستك او فيها سيستات كتير, يعني فيها كرينيال سيست او فيها السيست اللي هنا دي برضو. هو بيبقى في انترا تيومر سيستس وفي كرينيال وجود السيستس كده. في الاجزاء كده هتف تي 1 تي 2 ده التي 2 بتاعك. انت لما بصيتش في حاله الصغير وهو بيبقى سنترال عموما هتمس, بيبقى سنترال عموما ال مش مقطع عليها اصلا. هو مش مقطع عليها, انا جيت اشوفها اصلا مقطعه لقيته مش مقطع عليها اصلا. هو مش مقطع عليها, بس انا شايف ان 5 مزحلقه. فيها سيجنال لايف في فيها هاي سيجنال. هو ايه اللي 5 دي مزحلقه فيها فراكشر بارز ولا ايه؟ انا ما بصيتش على بيت الفراكشر بالظبط. صح, حاسس ان في الاخر انا اللي كاتبها. دي حاله كانت جايه في ميل بيشنت, كانت جايه ابدومينال بين وبي جاستريك بين. استنى بس الميكس هي اولا ده بوست كونترست. تمام كونترست شوف كده. يلا تعالى نسحب الام دي تاني احنا اصلا. الام دي مش اللي معاك دي, هات الام دي تاني. طيب دي ماس جايه زق البستومك قدام بالظبط البنكرياس. ده دي على البنكرياس. سنتر ده على التيل بودي وتيل. سنتر ده على التيل والبنكرياس تقريبا او البودي وتيل. ماس ضخمه دي وفيها ميكسد سيستك وسوفتش, يعني فيها سوف في انهانسنج سوفتش. يعني عمرها كام سنه؟ صغير ولا كبير؟ العيانه دي كانت حوالي 35 سنه. 35 سنه؟ اللي هي بتاع اللي هي بلاستيك. هو الفكره الفرق ما بين السيروس والميوسيمس,
السيرس بتيجي في الهيد اكتر وبتيجي مالتي لوكولار بس مايكروسيستك يعني اللي هي اكبر من يعني اقل من 2 سم واكتر من 6 سيستس موجودين جواها. انما اللي بتيجي يوني لوكولار هي الميوسنوس ودي مظهر تيجي يوني لوكولار او مالتي لوكولار بس لو جت مالتي لوكولار تيجي ماكروسيستك اللي هي سيستات عددها قليل بس حجمها كبير وبتيجي في التيل وبرضو لو فيها سولد كومبوننت في حاجات سسبيشس هي تعتبر كده سسبيشس سسبيشس للميوسنوس سيست ادينوكارسينوم. هي الفكره كمان فرق السيروس عن الميوسنوس عن الاي بي ام ان بقى اخر حاجه اكتر بس الاي بي ام ان بيبقى معاه كوميونيكيشن مع البيلير تري في الام ار سي بي. ايوه الديفرنشال ده يقول لي بيقول لي ديفرنشال تاني في الدوتر بيقول ايه في الايه سوليتري بابيلاري تيومر ده اللي بيحصل في الدوتر بقى ما هي اتقسمت اللي هو الاي بي ام ان لا حاجه ثانيه انتر دكتور ده حاجه ثانيه حاجه بيجي في الجلطه بابيلاري تيومر اوف ذا ميل بس ده مش سبلينيول بس سبلينيول طب حاسس ان هما الاثنين سبلينيول زين طب استنى بس سبلينيول ولا مديول استنى طب ده استنى بالمحضه كده جدا هل ده انا شفتهم وشفتهم على انهم سبلينيول كانوا واخدين انانسمنت زي طب انت بقى شوف تحت فيها وفي في الليفر حاجه بتاعتك هو الدرويد او ممكن تطلع سبلينيور يعني اللي هو اللي عندي يعني بيزولنا يعني والله بقيت مش هو في بقيت البروتونيوم عشان تشوف الاتنيوشن بتاعها عايز اشوف اذا كان فيها كام بلاس ولا لا ما فيهاش بلاس لازم نشدك يعني على لا مفيش بري كونترست لا الحالات دي حلوه والله تسلمي لا والله حلوه حلوه اعمل عمليه دي مش تيجي اعمل عمليه في بطني انا ده ايه بقى قصته ايه يا ابني ده ثواني بس احنا فتحنا دي دي حاله اللي احنا شفناها خلاص ما دي حاله البنكرياس مش عارف من اول خديجه دي في ميل بيشنت بريست لا اوفريان كانسر عامله ريسكشن سالبنش اوفريكتومي للاوفريان سيستادينو كارسينوم تمام كان بيبر اتنين ميكسر حاجه هنشوفه بروست مش هي كله في الحته دي كده هو عايز تقول فيها سودو مكزوما ولا ايه؟ بالظبط. اولا في رايت سب فرينك كوليكشن عامل سكالوبنج للليفر. هو الشاشه مكان كلو فين؟ في فلويد حوالين الليفر بس. وبعدين بص بس الروتك الاول بص قدام هنا بص قدام الليفر اصلا البروتونيال ديبوزيت. في قدام يعني كل ده النهارده في مع ابو حسام ساتل فاردين لا هو لا في لا في النهارده الحاجات اللي فاتت عندي مننا فعلا لو احنا قرينا بسرعه هي الحاله دي اصلا كانت مكتوبه سودو مكزوم قلت لهم ما حدش كان جايب فيها البروتينات دي لما جبت الكورونا ده لما جبت الكورونا وطلعت قدام هي في الميزنتريك ديبوزيتس في الاجزاء دي شايف فوق السيرفيس بتاع الليفر على طول اهو ادي واحده وفي هنا اهو حاجات في شيء
دي بقى البيت سي تي جبتها. وفي واحده هنا باينه خالص عند الاسبرين تحت هنا. انا عايز بس اضبط الاسبرين ده في ايه؟ الاسبرين ده في ايه؟ الابر بول. طلع في كذا حاجه فيها. ايوه في هنا ظبط الويندو كده احسن من الويندو 6 اوبيز. ففي في سام سورت اوف بيسموها اللي هو البيم ستاربيشن ارتفاكت اللي هو الاكس ري كانت بتعاني على ما تصورها. الاستومك الوول بتاعها سكند جدا ماشي يعني دي جاسترايتس ممكن نقول. انت عايز تقول كروكنبرج يعني كروكنبرج بقى فيها اصايف اسبانيا الكلام ده. طيب هو سودوميكزوما يعني الاكزامبل الاكزامبل بتاع سودوميكزوما اللي في الكتب طبعا يا اولاد بس عشان الشباب اللي معانا في البلد احنا معانا شباب اللي هم داخلين الامتحان بتبقى مور تيبيكال عن كده انها بتبقى ميزه انها فعلا فلويد على سيرفيس الاوتر سيرفيس بتاع الليفر بيبقى في ستون سكالوبينج. ايوه سكالوبينج في ستون ده ابيرنس كده ده منظر مميز يعني. روح دور على السودوميكزوما بروتينوي. انا الاول كنت فاكرها انه سيروتيك ليفر وشويه الاسايتس اللي احنا بنشوفهم ساعات بيبقى في شويه اسايتس دايما عند ال اصلا دي كمان دي كده دي بروتينوي الليبوستات دي وباينه كانت باينه كويس في الكورونا برضه. والكورونا اصلا مبينها قوي يعني ده بدون ان الريبورت ما كانش جايب سيرت بصراحه يعني. بص يعني انا لما طلعت كورونا بالصدفه كده قدام الليفر لقيت بقى كل ده. هو دي طبعا البيت سي تي في الحالات دي تالي لقيت دول هما كتير على فكره بيبقوا احسن تالي لان هو ده دي بقى دي البيت سي تي هنا حتى هنا على السيرفيس بتاع الليفر نفسه شكله مش عارف. هو اصلا في سكالوبنج للسيرفيس بتاع الليفر واضح انا بسبب الرايت سايد بقى حلو انا بسبب الرايت سفرونيك كولكشن حلو ميزه الحلقه فعلا فعلا السيجنال البينس بتاعت لا حلقه حلوه احسن في النهارده عند حسام الحالات اللي هي ايه اللي هي الحاجات اللي هيدن بص بالراحه التاريخ خلاص مش كده ايه الحاله دي بقى.